ما كتير عندها صبر بهيك قصص. ليك بعرف كلامي تقيل وإنه رح يزعجك يا روحي، لهيك أنا كنت مترددة أقول لك هالشي، بس كمان أنا ما بقدر أسكت. لا 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 أمي، ولا يهمك، كتير منيح إنك خبرتيني، بس كنت عم فكر بالحكي اللي قلتي. لا تشغل بالك حبيبي، نحن كلنا رح نكون معها بفترة حملة. بجميع الأحوال هداك اليوم أنا قلت لها إنه إذا بدها أي مساعدة بأي وقت تجي تقلي إلي أو لراجيني وما تتردد، نحن جاهزين بأي لحظة. ولا يهمك، نحن كلنا رح ندير بالنا على ابنك وقت يولد. رح صير أب يا أمي. كتير فرحت، ألف مبروك بابيتا، رح تصيري ست. وكمان أنتي. تفضلي قعدي. يلا تعرفي شغلة بابيتا، وقت عرفت إنه بنتي حامل ورح تصير أمي يا حياتي، ما قدرت سيطر على حالي أبدا. قعدت تفكر شو جبلة أكل، شو الشغلات اللي لازم تاكلها. ساويت لها هيك كم أكلة على السريع بفيدوها وجبتهم معي. ساويت لها كم أكلة حلو هي كتير بتحبها. ما كان في داعي تعذبي حالك أنوبة. عذب شو يا أختي؟ بصراحة أنا ما عم صدق القصة. بنتي الصغيرة يلي بتضل عم تلعب رح تصير أم لهلأ، ما عم بستوعب. بس بدك الصراحة، الفضل كله بيرجع إلكن أنتو يا بابيتا. حظها حلو إجت عند عيلة مثلكم بيحبوها وبيهتموا فيها، والحقيقة الناس معهم حق. بيقولوا بعد الزواج البنت بتعقل وبتصير وعي، وهذا الكلام كتير صح. انت شو عم تعمل؟ ليش عم ترمي الحجار هيك؟ خالتي ميت كنت عم اتدرب على لعبة الريشة وعلقت فوق وعم حاول جيبها، ليكي كيف علقت؟ ما بتنجاب هيك. اسمع، سكر ايدك وطير مثل البطل الخارق، اطلع لفوق على الشجرة جيبها وتعال. عم تضحكي علي مو هيك؟ خالتي ميت ساعديني جيبي لي اياها. تكرم عينك حبيبي، خلص انا رح ساعدك وجيب لك اياها. مساك شوي. سامحيني أنوبة، بس بنتك ابدا ما نواعي. ليكي بعتذر، ما تتضايقي من كلامي. ما عم قول انكم ما علمتوها، بالعكس انتو ربيتوها كتير منيح والفضل الكم، بس ما علمتيها كيف تكون ام وقد المسؤوليه. واذا مفكره انه تغيرت فبقلك انه بدها كتير. يعني مثلا بدل ما كنتي تجيبي لها حلويات وهدايا تبع الاولاد الصغار، قعدي معها وعلميها ووعيها اكثر. بنتك ناقصها كتير شغلات. قصدك يعني شو صاير؟ لهالدرجة البنت سايقة؟ احكي لي شو عاملة؟ ما عملت شي، بس أنا صرت أعرفها كتير منيح. بنتك مهملة للأسف. اسمعي حبيبتي.